السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل أو اللي راح تظهر أسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات برنامج صوتكم، واللي ما يقدر يتصل بنا لأي سبب كان مع الأسف الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب يقدر يدزلنا عليه رسالة على رقم الواتساب المخصص للبرنامج، نقراها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. نبدأ أول ملف ويانا، واللي هو ملف الكهرباء ومعاناة العراقيين بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي بفصل الصيف الحار، وبلد معروفة بدرجات الحرارة اللي تشهد بعض الأحيان درجات قياسية واللي توصل ببعض مناطق إلى أرقام عالية جدا خصوصا بهذا الفصل من السنة. اشتكوا العراقيين من استمرار تردي واقع الكهرباء بالبلاد، وصول ساعات القطع إلى 16 ساعة من 24 ساعة باليوم، ويا موجة حر شديدة وارتفاع درجات حرارة اللي وصلت 50 وأكثر درجة مئوية في اليوم. بينما وزارة الكهرباء تتذرع بنقص إمداد الغاز المجهز من إيران بتهرب واضح من مسؤوليتها، على الرغم من إعلان توقيع اتفاق النفط مقابل الغاز ويا إيران المثير للجدل واللي ما نريد نخوض به. اتهم مواطنين وزارة الكهرباء أنه هي دا تتعمد إبقاء ملف الكهرباء بدون حلول حتى يبقى العراق معتمد على الغاز الإيراني وما يشغل غازه، إضافة إلى تواطؤ الوزارة ويا أصحاب المولدات الأهلية حتى يرفعون سعر الأمبير، لأنه سعر الأمبير الواحد وصل إلى 27 ألف دينار عراقي ببعض المناطق العراقية. هذا كله يتزامن ويا حاجة المواطن للكهرباء بفصل صيف حارق. خلونا نشوف سوية شلون عبر لنا مواطن من محافظة نينوى عن الحال المزري اللي دا يعيشوه بظل انقطاع التيار الكهربائي ورسالته اللي وجهها للسياسيين. عمي قتلنا الحرب بعز الصيف ماكو كهرب وانتم رايحين للحج يا عمي يا حج الله ومان الله اذا حجتك من قبلك. قارون يدخل الجنة وفرعون يدخل الجنة والنمرود يدخل الجنة وكل الكفار تدخل الجنة يا عمي يا حج بفلوس الحج يبون كهرب كل راعي مسؤول عن رعيته ما بالله وانتم رايحين الى الحج وحل بعز الصيف كهرب ماكو. الله اكبر استغفر الله رب واتوب اليك. سؤال منطقي، انتم قاعدين تستفادون من الافادات ومن النثريات ومن الفلوس والرواتب العاليه بوقت بالمواطن العراقي هذه صرخته، بوقت احنا في سنه 2023 في بلد يتربع على بحر من النفط كثاني اغنى دوله بالعالم وعنده مخزون احتياطي عالي جدا، من المفترض العراق بال 2023 في زمن الديمقراطية ورفع الحصار وإعادة كل شيء إلى وضعه السابق أن يكون العراق متربع على عرش الكثير من الأشياء بمقدمتها الكهرباء اللي استوردت الحكومات العراقية اللي تعاقبت على حكم العراق من 2003 لليوم محطات توليد طاقة كهربائية تعمل على الغاز بالوقت اللي بيه العراق يحرق غازه، اللي استوردت محطات تشتغل على الغاز واحنا الغاز ما مستفادين من عنده، والعراق بغاز لو شغله الفلوس اللي دا يستوردون بها غاز من ايران، واللي ايران كل ما تطق السالفه براسها تسد الكاك كان استثمرنا فلوسها بغير مكان، بس لو كان الامر انه هم جايين حتى يبنون بلد. مدن العراق دا تشهد ساعات انقطاع متواصلة للتيار الكهربائي خصوصا العاصمة العراقية بغداد، وصلت مثل ما قلنا إلى 16 ساعة يوميا، هذا الشيء اللي دا يزيد من معاناة العراقيين وينقص شبه تام للخدمات. وتتنصل حكومة الإطار التنسيقي اللي يرأسها محمد الشياع السوداني من وعودها بجعل الملف الكهرباء من أولويات هاي الحكومة، أما معاناة العراقيين ويا الكهرباء تتكرر ويا كل صيف مع وعود حكومية ما تغير شيء من واقع الحال رغم
صرف مبالغ مالية ضخمة من عام 2003 إلى عام 2023. الحكومة تتذرع بنقص الغاز المستورد من إيران بسبب الديون المستحقة على العراق، رغم إعلان وزارة الكهرباء بوقت سابق تسديد كافة الديون العراقية إلى إيران. وخلال الأعوام الماضية أهدر العراق أكثر من نصف غازه الطبيعي بسبب ضعف البنى التحتية، نقص المعدات المناسبة لجمع الغاز من حقول النفط، ومن ثم استخدامه بتوليد الطاقة الكهربائية. وبحسب البنك الدولي العراق يحرق يومياً تقريباً يحرق سنوياً تقريباً 18 مليار متر مكعب من الغاز، وصار هو الأعلى عالمياً وراء روسيا. أما المواطنون فبدأوا يلجؤون إلى طرق أخرى حتى يخففون من درجات الحرارة. هنا ألجأوا إلى الأنهار، بلد يعاني بأنهار من الجفاف من درجات الحرارة مرتفعة، وغلق الأنهار عن العراق من إيران. ومواطن يوثق لكم برسالة للسياسيين على ضفاف شط الكوفة بالنجف، وراء ما أجبرهم انقطاع التيار الكهربائي أن ينزلون للنهر حتى يهربون من ارتفاع درجات الحرارة ويقاومون هذا الفصل الحار. خلونا نشوف قبل ما نستعرض التغريدات على وسم الكهرباء. من أمام شط الكوفة هاي الشباب لو عدها، وهاي الناس لو أكو كهرباء، لو سبالك تشتغل بالبيت يعني كهرباء مستمرة ما جت لهنا، يعني هاي نصها ما تعرف تسبح، خطيتها برقبة من برقبة العملاء اللي حكمتنا وسوت نفسها هم قادة. يا أخي طلعون على القنوات الفضائية ويسولفون بالوطنية وكأنما هم فد يعني ناس وطنيين ويحبون، أنت عملاء البيكم عميل الأمريكا والبيكم الإيران والبيكم الإسرائيل. عامل البيوت وراح نشوف هاي طريق وكان هذا الشعب بيوت لين يجي على مود الكهرباء باص نجي نبرد راحتنا بهذا المكان. شهود عناد الله ملينا من سالفة الكهرباء، ملينا من المناشدات يعني، ملينا من الوعود الكاذبة. يقول لك لا حد يبغى يشيل الماء، واحد جايين ولا صغيرنا ولا كبيرنا يقتنع بكل كلام مسؤول. هذا حال المواطن العراقي في بلد مثل العراق، ميزانيات انفجارية، نفطة كميات ضخمة، بس لا عنده خدمات، لا عنده مشاريع استثمارية، لا عنده زراعة، لا عنده صناعة، لا عنده شيء. كل اللي عنده عنده مجموعة جتي على ظهر الدبابة الأمريكية، وعدته بوعود. نذكر وعود حسين الشهرستاني أول ما صار الاحتلال وقال الكهرباء راح تكون 24 على 24 ولمدة أسبوع كامل، ونصل إلى التصدير إلى دول الجوار. شوفوا الكهرباء صارت 24 على 24 بالانقطاع المستمر في بعض المناطق. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت وغردت، وجبنا لكم بعض التغريدات اللي هي على منصة أو عفوا على الفيسبوك هاشتاغ كهرباء ماكو. علي أحمد يقول من 2003 لحد اليوم الحكومات تتفنن بتعذيب الوطن والمواطن، وهم عباقرة بالكذب والضحك على الشعب وبيع الأوهام والخزعبلات. هاشتاغ كهرباء ماكو. بشرة هاشتاغ كهرباء ماكو. لنا معكم وقفة أمام حاكم عادل يوم تلتقي الخصوم. 90 مليار دولار خلال 20 سنة صرفت على وزارة اسمها الكهرباء، ولا كهرباء مصيبتنا كبيرة. أما فلا حسن في غضون أشهر صرفت مليارات على الكهرباء، ولحد الآن السوداني يكذب على الشعب. هاشتاغ كهرباء ماكو. أما أبو مؤمل العلياوي يقول هاشتاغ كهرباء ماكو. بين السفيرة الأمريكية والجنرال الإيراني ضاعت الكهرباء، والمواطن يعاني في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وكانت هاي تعليقات الناس على هذا الوسم اللي تصدر ترند العراق بخصوص الكهرباء ماكو. أبو زينب من النجف حياك الله. أبو زينب، أبو زينب تسمعني؟ يبدو أنه الاتصال انقطع ويا الأخ أبو زينب. أبو زينب إذا عندك شيء تحب تسعفنا به بخصوص الكهرباء ترجع لنا مرة ثانية، وأهلا وسهلا بك أنت صديق إلى البرنامج. نطلع من أزمة الكهرباء. ما شاء الله العراق أزماته هواية، بس المشكلة أنه إحنا
دا نحكي عليها كلن وماكو واحد دا ينفذ هذا الشيء. يعني الكهرباء مو أول مرة، مو أول حلقة بصوتكم يطلعون الناس يحكون ويقولون الكهرباء والكهرباء. وملفنا الجاي مو أول مرة بصوتكم نطلع فيديوهات تسجلها الناس وتنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص القطاع الصحي العراقي اللي غاص حالة حال بقية القطاعات الخدمية بمستنقع من الفوضى والفساد يعني المحسوبية، واللي تأثر بالعدد المحدود للمستشفيات اللي يرجع تاريخ بناء بعضها إلى سبعينيات القرن الماضي. أما المستشفيات الجديدة اللي بنت فنصها ما دا يشتغل، حالة حال المستشفى التركي مثلا. الأزمات اللي عانتها البلاد أدت إلى تدهور القطاع الطبي بشكل كبير، وعصفت هاي الفوضى بهذا القطاع الحيوي والمهم وراء الاحتلال بشكل لافت للأنظار، لأنه يمس حياة الناس. ووصل الحال أنه يتوجه مريض إلى مستشفى الأورام بالنجف هو يلقاها مقفلة أبوابها وسادة البيبان مالتها قدام المراجعين. ليش؟ لأنه الساعة 12 بالليل. سؤال، رايح المول هو؟ حتى المستشفيات العامة أوكي الأطباء يرجعون وينتهي دوامهم، بس أكو طوارئ 24 على 24 مشتغلة. وحتى الطبيب اللي موجود بالبيت بكل دول العالم أكو حالات يخابروا يقولوا له أكو حالة مستعجلة لازم تجينا، غير الطبيب المقيم، غير الممرض المقيم، غير الكادر اللي موجود بالمستشفى اللي هو لازم يكون متواجد 24 على 24، لأنه المرض ما يعرف وقت. المرض يجي على غفلة والناس تريد تروح تتعالج. أما مستشفى الأورام ب 12 بالليل ساد بيبانة، تفرجوا. شعب والحسين ما صار مستشفى الساعة ب 12 ونقفل بابها، يعني مريض يجي ما يستقبلونه. مستشفى الأورام بالنجف حي ميسان رجال، أنا عندي مريض فوق بالطابق الثاني، رجال من غير محافظة من الديوانية، من الصبيح حاطين لهم حارس بالباب وما يخلوا واحد يطب، وهسه عندي علاج عند طبيب قافلين الباب هذا وباب الشارع قافلينه، بيناتنا الله ذاك الباب سادينه وما يخلون واحد لا يطب ولا واحد يطلع، يعني مريض ما مريض لو يموت ما يطبونه، هذا باب قافلينه. وحق لا إله إلا الله هسه قاعد أفتح بالباب وراء قفول مباشرة. شد حاجي يا مسؤول أكو مستشفى اللي تنسد. هاي اللي دي يصور الفيديو واللي نشر الفيديو أكو كارثة قالها بهذا الفيديو إذا انتبهتوا. قال أنا عندي مريض بالنجف مستشفى الأورام جاي من غير محافظة، جاي من مدينة الديوانية رايح إلى هاي المستشفى، يقول جايب لعلاج. تعرفون أنتوا أنا أحكي ويا الإخوان العرب وأشقائنا العرب لأن العراقيين يعرفون بهذا الحال. المواطن العراقي اليوم من يطلب المستشفى لازم يتعاقد ويا صيدلية ويتعاقد ويا ممرضين ويتعاقد ويا دكاترة، لأنه العلاج يجيبها من برا والجفوف يجيبها من برا وأدوات العمليات والكانولة وغيرها 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 كلها يجيبها من برا على حساب الخاص ويسلمها جوه. بس يجي الأخ اللي عنده مريض جوه ومحتاج دواء يتفاجأ أنه ماكو أحد يستقبله. هذا حال مستشفيات العراق. يجي واحد يقول انتوا تدورون بس هاي الفيديوهات، مو احنا ندور، العالم جاي تنشر هاي منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي. القطاع الصحي بالعراق دا يعاني من تدهور كبير وبكل الأصعدة، من تردي خدمات الطبية المقدمة للمواطن إلى نقص الطواقم الطبية إلى نقص الأدوية والعلاجات إلى قلة المراكز التخصصية لمعالجة الأمراض المستعصية والمزمنة إلى هواية أمور، إضافة إلى الفساد، إضافة إلى المحسوبية، إضافة إلى أنه أكو ناس ما لها علاقة تروح تشتغل بالمستشفيات. وأتذكر أو تتذكرون الفيديو اللي طلع بمدينة الطب، واحد ما له علاقة بالطب، وبحسب مقطع فيديو تم تداوله وصوره مواطن خلال مراجعته إلى مستشفى ابن سينا بالموصل، أكد به المواطن اللي سجل الفيديو غياب أبسط المستلزمات الطبية اللي يحتاجها المريض لإجراء غرز جراحية، يعني خياطة، يعني واحد عنده جرح يحتاج إلى خياط
وأبرة طبية وجفوف وكمامة حتى يجوا وبنج حتى يخيطوا للمكان، والجرح بسيط. خلونا نسمع اللي قاله. إيدي انجرحت، إيدي انجرحت، أحتاج طعنة واحدة، طعنة مو أكثر، مو طعنتين وثلاثة. أجيت على طوارئ، إيش اسمها المستشفى؟ بنسينا. مستشفى بنسينا. طوارئ طول بعرض، ممرضين، دكاترة، شهادات. طعنة ما عندهم، أبرة وخيط ما عندهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني هاي لازم الكل يعرف بيها، المحافظ، مدير المستشفيات، مدراء، أي واحد مسؤول إلى صلة بهذا الأمر لازم يعرف، ولازم حالنا يتحسن. ما يصير ليش نضل نعيش غلط. طوارئ ما بيها إبرة وخيط، هاي إبرة، هاي إيدي انجرحت، وين أروح؟ هاي الطوارئ، طوارئ الموصل، طوارئ بالموصل، وين أروح؟ باللهجة المصلاوية الطعنة هي مو طعنة السكين، لا بالتأكيد اللي هي غرزة أو قطبة أو نفذة واحدة، يعني خياط واحد، فرة واحدة، يعني الخيط 5 سنتيم مو أكثر إذا مو أقل. فأنت تخيل الطب المستشفى مجروح يقول لك ما عندنا مستلزمات حتى نخيط لك الجرح اللي أنت مصاب به. فأني أوجه عناية السادة المشاهدين وأخواني العراقيين اللي يتابعوني هسه بهذه اللحظة، أي شخص لا سامح الله صار بأي طارئ لازم يتوجه إلى أقرب صيدلية موجودة يما يسأل هذه الحالة اللي هو بيها شي يحتاج يشتريهن وياه ويروح، أحسن ما يكون حالة يلفوا له الجرح ويقولوا له الله وياك. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من فيسبوك حكيم محمد يقول: هذا حكم الأحزاب وحكم المحاصصة المقيتة التي بنيت على أسس الطائفية والحزبية دون الأخذ بمعايير المهنية والخبرة. إلى أي مرحلة أوصلونا؟ شعب يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، نقص وإهمال وتقصير متعمد من الحكومة وأحزابها. مؤمل العراقي: المستشفيات يموت اللي يطبلها، استونا ماتلنا واحد بالإهمال، والله 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 مات بسبب الإهمال، بس إنا لله وإنا إليه راجعون، وبمستشفى الفرات الأوسط بالذات عد عناية مركزة، إلى الله المشتكى. سادان أحمد يقول: لا تدرون سرنجات ماكو ولا كانولة ولا كفوف، أختي تشتريهن على حسابها حتى تسحب دم للمرضى. هاي بابل، كل المحافظات نفس الشيء، كل شيء صار بفلوس. أم ريماس تقول: طبعا كل المستشفيات الحكومية هيك، واللي ما عنده يعوفو يموت، ماكو معاملة حلوة حتى، حسبي الله ونعم الوكيل. هذه كانت تعليقات الناس حول هذه المقاطع اللي نشرناها، أو حول قضية انهيار الواقع الصحي وانهيار المستشفيات بالعراق بياسنة بال 2023. أبو زينب من النجف رجع لنا مرة ثانية، حياك الله يا أبو زينب. الله يحييك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا هاي واحدة من بركات الديمقراطية، أنه الإنترنت والاتصالات وكذا كل ساعة انقطع. الله يعينكم. بالنسبة للملف، بالنسبة للملف الكهرباء، هذا الملف الشائك. نعم. يعني مو عارف بعد نحكي به، يعني 23 سنة أو 20 سنة صار عنا نحكي به. صارفين لحد الآن بحدود ما بين 186 إلى 200 مليار دولار. أعظم محطات لو العراق كان صحراء، ها، وكان عايشين بدو وخيام ويردون يبنون حضارة كاملة بال 20 سنة وبهال 200 مليار، أعظم محطات الكهرباء تشتغل حتى على الطاقة النووية، بس هم ما يريدون، لأن القوى الخارجية اللي مشغلتهم مترين. الغاية مو فقط الاكتفاء الذاتي وخاصة بالصيف وأنه تتبرد عائلتك، لا، إذا استقر الكهرباء راح تشتغل المعامل، وهو المطلوب المعامل أن تشتغل، وإذا اشتغلت المعامل إيران غير إيران راح يموتون من الجوع، ويرجع هاي الليبل أو صنيعة في العراق يسي صناعات العملات الجبارة الكهربائية والغذائية والأدوية وغيرها. نجي إلى شغلة المستشفيات، وهي ايضا صارت وياي، يعني بالله عليك طبيب ما يداوم غير يوم واحد بالاسبوع، ها؟ نعم. هاي ما صارت بلا دولة،
الاسكان صندوق الاسكان المشغله يقول لك الف عرقله وعرقله على مود يجيبوك ان تدفع رشوه بعدين الله يمشي معاملتك. يعني عندنا معامله صار لها يمكن بعد 8 اشهر وهي ما ناقله من النجف الى بغداد. وكل سنه طلع لك فد عذر. زين طرق جسور تعبيد شو يسموها هذه التنظيف يا ابو هذا مدير عام الماء والمجاري انا رحت لقيت الاستاذ هاي الورقه مكتوبه الماء والمجاري كان قبل الان بالتوبه والتنظيفات. نعم. هاي شنو هاي؟ قال شي مال البلد يشيلوا الاسبال. قلت له عم انا توصل البابا بالاسبال اقول له واحنا داخلين فلوس اقول له بابا شيل الزباله يقول لي حجي العزاري سوي لنا ريوق شوفك هذا منطق بعيده ولا هذا وباي عصر؟ واي ما زال احنا صرنا وصلنا العالم قام يضحك علينا. نعم. والله العلي العظيم. يعني هذا من الاولى حضارات العالم حيل بعد نحكي خلينا نشتغل على انفسنا. قول المتسلسين وليس السياسيين. نعم. مو بكل علاقه بالسياسه. خسر عندهم غير شويه على بلدهم وبلاد بلدهم شبه حطوا ماي. والسلام عليكم. شكرا 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 لك ابو زينب. ذكر رقم بخصوص انه اللي انصرفت من 2003 لليوم على قطاع الكهرباء ببعده. لو نشوف اقرب عاصمه اصبحت وجهه سياحيه الى اغلب سياح العالم الامارات العربيه المتحده. الامارات اذا نحسبها من بداوا يفكرون يبنون الامارات الجديده الى حد ما صارت الامارات اللي نشوفها اليوم ونحسب الفلوس وش قد الواردات اللي جابوها بهاي البنايات والعمارات والناطحات والمشاريع اللي سووها راح تشوفون انصرف نص الفلوس اللي انصرفت على العراق من 2003 لليوم. لكن الفرق الامارات هاي تشوفوها اما العراق خرابه. طالبوا عراقيين على منصات التواصل الاجتماعي الحكومه ان تقدم تفسيرات وهي مجبره ان تجاوبهم بشان تلكؤ اعاده تاهيل طريق بغداد الموصل. هذا الطريق اللي هو بغداد الموصل ومدخل بغداد الشمالي من جهة التاجي بسبب التصريحات الاستعراضية إلى رئيس الحكومة الحالي محمد الشيع السوداني اللي وعد بها بتطوير الطريق وإشرافه بشكل شخصي على تنفيذ المشروع بشكل كامل. لكن على أرض الواقع هذا الشيء ما صار والعراقيين مستغربين من الوتيرة البطيئة لعمل الآليات على الرغم بحاجتهم الماسة لتطوير الطريق اللي عاني منه العراقيين من 20 سنة بسبب الازدحامات وغياب الإدامة. خلونا نشوف سويا هذا المقطع اللي يرصد لكم بتوقف العمل بهذا المشروع وزيف تصريحات محمد الشيع السوداني انه هو دا يشرف بشكل شخصي على تأهيل المشروع. وصل الطريق هذا يعني صار تحت اشراف محافظ بغداد وبتوجيه من دوله رئيس الوزراء هسه بتوقف العمل فيه. هاي الاليات اللي تشوفوها فقط الكوادر اللي تشتغل كوادر فنيه اما الاليات وعمل الاليات متوقف وهاي يوميه دمار ويوميه يعني حراسه تصير والارواح مهدده من هذا الطريق وشوف الحفر اللي حافريها وعايشيها لا اشارات ضوئيه بالليل ولا اكو طرق بديله لارداف الطريق البديل، لكن اللي موجودين اليوم بس كوادر فنيه ويدفون تراب من هذا الحفر حتى يهيئون الطريق الثاني. لكن بدون وضع حلول جذريه يعني يجي يخلي اليه حقيقيه للعمل في المشروع بانسيابيه يعني مضبوطه وواضحه. تعرفون فعليا هذا الطريق صاير طريق للموت؟ لأنه هاي المسافة بين التراب والتبليط لا سامح الله إذا سيارة طق تاير أو بنشرت أو فلتت من إيد السائق وشفت وانقلبت المصير يا أما إصابة يا أما عواقة يا أما موت. فهذا فعليا طريق للموت في بلد دائما يتبجح بالمشاريع الخدمية، في بلد عنده حكومة وعنده سياسيين
يطلعون ويطلعون العراق انه هو عباره عن جنه ووصله من الجنه ومكان خالي من المشاكل ومكان خالي من كل شيء سيء، بينما على ارض الواقع ماكو شيء جيد غير الشعب، لانه البلد معمور بشعبه. واللي اثبت هذا الكلام اللي انا جاي اقوله هسه بطوله خليجي 25، نجاح البطوله كان الشعب واستقبال الشعب الى ضيوف العراق، اما كخدمات فهي هاي اللي تشوفوها امامكم. نبقى بالطريق الدولي الرابط بين بغداد والموصل او محافظه نينوى، ناشط ينتقد لكم عمليات ازاله الصب الخرساني للطريق على الرغم من كفاءه هذا الصب، وتساءل هل راح يتم استبدال هذا الصب الموافق للشروط والضوابط بصب رديء؟ خلونا نسمع. طريق التاجي ناشد السيد محمد جابر العطا مدير طرق السوق عبد الله سعد عبد الله حسين عفوا. هذا طريق التاجي هذا مثل ما انت انا وعيت كل الخيالات بشعلي وسيارات حموله ثقيله كلش. زين هسه جيت وكسرت الصب، الخلل بالصب لو بالاسفلت، الخلل بالاسفلت هو صب الحرم كسر، والدليل هذا الشارع هسه هذا مدايس مجرد ما الاسفلت ما تمتين ما قلت لي راح اشوفكم الاسفلت اللي شغله هسه. هذا الاسفلت هنا اشتغلوه قبل 15 يوم، تعال شوف هذه حمولات 100 طن 70 طن 80 طن وين يقاوم؟ هذا ما يقاوم، هذا نفس الجسر ورا شهر نفس الجسر بالضبط. هذا الاسفلت هذا والله هذا طين هذا طين هذا بابا شو الحاله دي بابا هذا شيء 80 طن هذا. تذكرون الفيديوهات اللي طلعناها برنامج صوتكم يقول لك تعرفون التبليط لازم اكو رصف وراها سبويس وراها يجي الجير او الاسفلت، يقولون انه اكو فيديوهات يجون يحطون السبويس ويصورون انه احنا حطينا وما عارفين وراها يجون يقشوا ويخلوه بالتريلات. يمكن الجماعه هنا ده ينتظرون اكو شارع فرشوا بيه سبويس ده يصوروه حتى يلموه ده يجيبوه هنا، تعرفون لانه العراق يعني ما بيهن اربع شوارع وعندنا تريلتين سبويس، فيا دوب تكفي على كيفكم وياهم انتم همينا شوي. ناس علقت على هذا الموضوع، حيدر العبيدي يقول على فيسبوك قلنا مرارا وتكرارا بان المشكله والخلل بماده الاسفلت وليس ما تحتها لكن دون جدوى. نص مبالغ المليارات اللي انصرفت على هذا الطريق لو خصصت لمواد اسفلت درجه اولى لكان أفضل. الصقر عمر يقول والله العظيم الكل مرتشين من أكبر مهندس لأصغر عامل بهذا الطريق وبعلم ومباركة من كل المسؤولين. وأحمد مجيد يقول اطمئن العمل ما بضمان شهر وترجع المعاناة حتى نفس الشركة ترجع تشتغل وتشتغل وتسرق مرة ثانية. بلال علي يقول ماكو شريف يشتغل بضمير بهذا الشارع، حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانت هاي تعليقات الناس حول هاي القضية. أم محمد من أمريكا حياك الله. ألو ألو تفضلي أم محمد. أنا أم محمد من أمريكا. حياك الله أم محمد تفضلي. وأنا من المتابعين مو هسه، من كنت بالعراق منذ 2000 شو كنت نتحدث فضايتكم أعتقد 2016 أعتقد ما أعرف، وأنا من المتابعين لكم قبلها ستة نعم قبل 2016 العفو 2006 نعم 2006 صح، وأنا من المتابعين أنتم حياك الله على راسي طبعا. حياك الله على راسك سلم لي راسك يا رب. أخلاقكم راقية هي هاي السنة هي هاي سنتكم إن شاء الله، هي هاي هو هذا طريقكم الصحيح والله ينصركم إن شاء الله. فأنا أعتب على بعض هذا يحشون يتكلمون المقدمين جاءوا على ظهر الجبابة، دولة ما جاءوا على ظهر الجبابة لا تعتقد، حتى أمريكا هذه المجرمة هم تستنكس من عندهم دولة ما جاءوا على ظهر الجبابة، جاءوا فصالات دولة لا. جاءوا فصالات
بالبيت، جابوهم بالبيت كبار. ليش على ظهر والله حتى هاي 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 التيكة الدبابة الأمريكية هم أشرف من عندهم، هم أشرف من عندهم. ولو هم صيان صيان. نعم. يعني ما أدري يعني ذولا ذولا زي يلعبون بالعالم خاطر الله، ذولا زي يلعبون بالعالم. ذولا ذولا شنو ذولا لا حياء ولا خجل. يا الله ذولا شنو ذولا؟ نعم. ذولا شنو المرتزقة ذولا؟ جاؤوا بهم من المقاهي، لا والله حتى المقاهي زايد عليهم. نعم. لا من الشوارع من الشوارع ننتظر شو وقت تجي ثمن القيمة. نعم. ذولا الوجوه الكالحة هذا وتشلبوه ماذا؟ واحد من العزم استغفر الله يا رب والله ما أدرى أنا يعني أكفر يعني هذا كفر. نعم. والله يا ابني ما أعرف شو أحس ما أعرف. نعم. ما أعرف تسلم يا ابني. شكرا شكرا لك أم محمد ونتشرف بيك ونشرف بكلامك هذا. شكرا لك حول قناة الرافدين ومتابعتك لها منذ تأسيسها. نروح إلى ملفنا الرابع بحلقة اليوم واللي نكشف به زيف الدعاءات محافظ النجف وهيئة الإعمار بها وحملاتهم اللي هم يزعمون أن هم يعيدون بناء المدينة من جديد. وعلى لسان أبناء المدينة أنفسهم 33 مليار تخصصت لناحية العباسية بمحافظة النجف من قانون الأمن الغذائي قبل أن تتبدد كافة هاي المليارات على مشاريع ينخرها الفساد حالها حال المشاريع الأخرى. هذا هو الحال بالشارع بناحية أو بالناحية مثلا عندكم الناشط أبو زين العابدين الحسناوي يوثق لكم الحال المزري للطريق المؤدي إلى ناحية العباسية وراء أشهر فقط من تنفيذ أو تبليط هذا المشروع. وتساءل شنو هو السبب الرئيسي اللي يخليهم يحيلون هاي المشاريع وتبليط شوارع ومشاريع إلى شركات مو رصينة ما عندها كفاءة وغياب الرقابة عن أدائهم. خلونا نسمع. شنو عملي؟ أنا مزارع، كل إنسان واختصاصه، يصير المزارع يشرع رحاية يصير طبيب أسنان، يصير المزارع يصير محامي يترافع أمام القاضي عن متهم، ذاك كل واحد اختصاصه مثل ما اعطيتوا الكبابتشي مو يساعد كل واحد ومهنده وعمله، اعطيتوه بعشرين مليار طريق البحداري، والآن طريق البحداري راح يقلعوه ومو المقاول اللي يتحمله، لا اللي يتحمله الدولة العراقية 20 مليار. مثل ما اعطيتوا الحلاق هذا الطريق، طريق ناحية العباسية أهم طريق في ناحية العباسية اللي 33 مليار من الغذاء ناحية العباسية معظمها تبليط ومشاريع ناحية العباسية. شوفوا هذا صار له شهر، شوفوا شلون يتراوض، شوف الكارثة، شوف هذا كله، هاي المجاملات مال هيئة الإعمار والسيد المحافظ، المشخاب، المناذرة، حي الجمعية، حي الميلاد كلها تفلشت. خو مصيبة حي الميلاد وحي الجمعية اللي صارفين عليها أكثر من 50 مليار كارثة. شارع تبليط ناطي الحلاق دا يحدد لزلف، وقال كلمة حلوة، قال غير كل واحد واختصاصه. يعني الناشط أبو زين العابدين الحسناوي قال أنا فلاح، أروح أنا بمكان أزرع أخرب الدنيا كل شيء ما أعرف. بس هو هذا الحال، تردون نبقى بالنجف؟ نبقى. ناشط يوثق لكم الحال المزري لتبليط الشوارع وراء أيام على إنجاز المشروع. يعني تخيلوا مشروع يجي أو تجي الشركة المنفذة وتقول أنا كملته واستلمت 100 مليون دينار من الخزينة العراقية، وراء أيام فاتت سيارة حمل على هذا الطريق اللي من المفترض أن يكون مهيئ حتى يتحمل أوزان ثقيلة لأنه هو طريق رئيسي، لكن الحال أنه طريق مم طابق الضوابط والمواصفات الرسمية أو الصحيحة. وراح تشوفون الحال المزري اللي وثق الناشط. لقاء الثورة الأعمار بالنجف، بعض اللوقية والمنافقين يتهموننا بأن إحنا ضد ثورة الأعمار. يا بهاي ثورة الأعمار اللي جاي نقلكم، هاي ثورة أعمار وهمية
هذا الطريق كلف 100 مليون. يابا تبليطكم سيء ورديء والشركات جاي تتحايل وتنهب أموالنا. لا انتم ضد ثورة الإعمار. يابا يلقى مقام وضعكم وأموالنا جاي تروح بالشاط. هاي السيارة هسه عبرتك بارد واحنا حاطين خراميش. خلي شوف غير محافظ. هذا تبليطكم. هي وقالبك في العمل. هذا العمل. احنا هسه حق ستير طلع خماشه. ينذر وياكم تردوننا نطلع مظاهرات ونسد الشارع. احنا جاهزين. نريد نبين لكم بين المجتمع قام يعرف كل شيء. وهذا الشارع امامك. تقرب لنا. انا قاعد اضحك. احنا نمسحاك عندنا على قولة عمي. اي زهاد والله يوم عندنا. ويا هدمه هدمه. هم ذول الواقفين مندسين وجوكريه. ادري مبلطيها بشنو؟ بعلج. حتى لو مبلطيها بعلج هم تلزق شويه. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع. واول تعليق انا من فيسبوك محمد الحسن يقول اللي يصير بالنجف فيها كارثه يشترك بها المحافظ وكل مسؤول. حسن الحاج المحافظ ملته يدور وراء الأمور الرسمية اللي تخدم المواطن هو وبعض النواب النجف الفاسدين. وحسين ناجي يا ربي شنو هاي الكوارث؟ معقولة ماكو موظف حكومي شريف ونزيه من أصحاب القرار؟ الله أكبر. ووسام الزيد يقول والله كارثة مهزلة صدق كذب. وين المحافظ؟ قائم المقام نواب المنطقة الثالثة معقولة؟ فمتعجب الأخ وسام من القضية اللي دا نشوفها الآن أمامكم. أما حول هاي القضية يكون ويانا عبر الهاتف من بغداد أبو عمر. حياك الله المحترم أخوي العزيز. حياك الله. تحياتي لقناة الرافدين وكل السادة المشاهدين الكرام. حياك الله. حياك الله أستاذ أفل. إحنا بنشوف يعني بالأيام الأخيرة أو قبل يعني فترة أو الأيام الجاية بنشوف إنه أكو تبليط بالشوارع الخارجية أو يعني بعض الداخلية اللي قاعد نشوفها اللي قاعد من قبل سلطة الأحزاب وليس من حكومة الحكومة العراقية. هذه التبليط اللي قاعد نشوفها كل تبليط غير جيد وغير إنه يعني يعطي موسم يعني يتفتت اما موسم الصيف ينداس فهو يعني ما خاضع للسيطره النوعيه ما خاضع لامور انه يعني يعتمد عليه هذا التبريد لانه سيارات وزنها اثقل من اللازم باكر يعني من يجي الشتاء هذا كله يعني عدو التبريد هو الماء احنا نعرفه فهاي بدون محاسبه يعني ايضا هي هاي من المشاريع اللي تتكاسبها سلطه الاحزاب يعني بدأ الأمور قاعد نشوف يبلطون الشوارع فهي غير جيدة. هذه ممكن أيضا هم تسبب اختناقات مرورية تسبب حوادث تسبب كثير أمور. يعني ليش نشوف المورات اللي قاعد يصير عندهم والمستشفيات اللي يبنوها هم والكليات والجامعات نشوفها بحسن بناء قد نبني وبحسن يعني نقدر نقول أساس اللي قاعد يتكون إلهم. أما للشعب يعني ما قادرين يسوون فشي زين منجز إنه يعني يطول سنين. ليش التبليط إنه يعني بالعهد السابق إنه كان بالثمانينات بالتسعينات لحد الآن أكو شوارع قوية عندنا رئيسية من الشوارع العامة بالمحافظات هذه تعتمد على إنه كفاءة الإنسان اللي يعملها وكفاءة الحكومة اللي تشرف على هذا الإنجاز. فإحنا ما عندنا حكومة يعني نقدر نقول تحاسب على المقصرين بالعمل وهذا الشارع اذا كان رديء العمل ورديء السوق فللاسف احنا ما شفنا اي حساب من هاي سلطه الاحزاب وزمرتهم اللي بيبطون شوارع كلها مشاريع كلها تلكؤيه وغير صالحه وغير يعني الشعب راضي عليها شكرا لك. يشكل الجفاف والتغير البيئي تحدي كبير ببلد مثل العراق اللي يعتمد بشكل كبير على النفط وبس ويلقى صعوبة بتنوع اقتصاده أو تنويع اقتصاده بوفق تقارير صادرة عن الأمم المتحدة. يعتبر العراق واحد من أكثر 5 دول معرضة لخطر تغير المناخ بالعالم حسب التقارير الأممية. ونقص الموارد المائية ومناسيب نهري دجلة والفرات دق ناقوس الخطر ومن سنوات بالعراق وراء مواسم من الجفاف المتتالية اللي تهدد الحياة والتنوع البيئي
ببلاد الرافدين بوسط غياب تام للحلول المطروحة حكومياً واللي تشكل آخر أمل وآخر رمق للسكان ويتضاءل المخزون المائي إلى أدنى مستوى. لهذا السبب ركزلنا قسم التواصل الاجتماعي على هذه القضية وعدلنا هذا التقرير، خلونا نشوفها سوية. من وراء هذا المال أطفال تمرضت، أطفال صار بها جرب، أطفال كل شيء ما ظل بها، ناس هاجرنا، ماي ماكو. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. جددوا الخريجين من 10 أوائل مطالباتهم بالتعيين أسوأ بالثلاثة الأوائل وراء الإقصاء والتهميش الواقع عليهم من قبل حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشيع السوداني، حيث تم استثناء 10 الأوائل من التعيينات من قانون التشغيل والاقتصار على 3 الأوائل منهم فقط وراء ما دمجوا الدراستين الصباحية والمسائية. طلب الأوائل عبروا عن خيبتهم بسبب عدم استجابة الحكومة لمطالبهم وراء عدم شمولهم بقانون الموازنة العامة اللي جرى تمريره مؤخرا، وطالبوا بالإنصاف عبر تعديل القانون وشمولهم بالتعيين أسوأ بالثلاثة الأوائل. ولهذا تفاعلوا الخريجين على وسم هاشتاغ تعيين 10 الأوائل مطلبنا، وجبنا لكم بعض التغريدات. مثنى محمد غرد على تويتر ويقول: أين حق 10 الأوائل؟ ما هو دوركم إذا لم تنصفوا الكفاءات؟ لا خير في حكومة تتجاهل الكفاءات. هاشتاغ تعيين 10 الأوائل مطلبنا. أحمد عبد الله: هاشتاغ تعيين 10 الأوائل مطلبنا، لماذا هذا الإجحاف والظلم بحقنا وعدم تضميننا في الموازنة؟ أما إيمان: أنصفوا 10 الأوائل على الأقسام من تسلسل 4 إلى 10، هاشتاغ تعيين 10 الأوائل مطلبنا. وزين العابدين علي يقول: هاشتاغ تعيين 10 الأوائل مطلبنا، سيطول وقوفكم أمام الله، أنصفوا المظلومين 10 الأوائل. وكانت هذا كل ما هو موجود في جعبتنا في حلقة هذا اليوم. أما رسائل الواتساب: السلام عليكم أستاذ أفل الغالي ولكادر قناة الرافدين. أخي الغالي، قبل فترة من حدوث هذه الانقطاعات صرح متحدث وزارة الكهرباء الجاهل أن العراق سدد كافة ديونه من استيراد الغاز البالغة 1,800,000,000 دولار إلى إيران، وأن إيران لم تعد تطلب العراق أي ديون. وفي اليوم الثاني صرح ذيل إيران قيس خزعلي أنه يتقدم بالشكر للجمهورية الإسلامية لأنها تقدم الغاز للعراق مجانا. وأخيرا خرج إلينا السوداني كذاب العصر بأنه اتفق مع سادته في طهران على منحهم النفط زائد المليارات مقابل تجهيز العراق بالغاز، فكيف للمواطن أن يصدق بهكذا حكومة وهكذا أحزاب في حين أن محمد الشيع السوداني لم يقدم للشعب العراقي أي منجز سوى الكذب إعلاميا على الشعب العراقي ومنجزاته الوهمية للشعب العراقي، في حين أنه أكمل دور الذي سبقوه في تدمير العراق والشعب العراقي. شكرا لحضرتك أخوك أبو محمد من النرويج. شكرا لك يا أبو محمد. مشاهدينا الكرام، العراق بمشاكل هوائية.
العراق مشاكله مثل ما تشوفون، كل حلقه صوتكم بدنا نعرض لكم جزء من مشاكل العراق، لكن لحد الان ماكو اي ذره لاي مشروع للحل. فيبقى الحل الاول والاخير بيد منو؟ يا ترى بيد السياسيين اللي جابهم الاحتلال، لو بيديكم انتو اللي هم اصل البلد واهله. نلتقيكم على خير ان شاء الله مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامج صوتكم ان شاء الله باكر. في امان الله.